انتي تتكلمي من غير صوت دي حاجة متعبة جدا. جدا. يعني انا عارفة الموضوع، عشان كنت بتمرن انه الواحد ازاي يتكلم من غير صوت، بس ده حاجة متعبة جدا، والاحساس يعني احساسك فعلا مبهج وخلتيني كنت هعيط. هي الفكرة ان حد يكون بيغني ان هو يكون عارف بيقف امتى، بيمشي امتى مع النغمة بالظبط، اخترتي بيوقف اغنية امتى. حلوة قوي قوي يعني. انا الاغنية دي هي اغنية وطنية، فالناس في ناس كتير اختلفت عليها ان اغنية وطنية في اول ما نزلت بالذات. هي اغنية وطنية ولا هو بيحب واحدة؟ في الاخر اكتشفنا ان اغنية وطنية، عشان كده بحبها جدا. انا عاوزة اسمع منك حاجة تاني. انا هعمل دلوقتي الاغنية كانت مهداة لروح الفنان العظيم احمد زكي، انا بحبه جدا، الله يرحمه، فانا كنت كلنا مصرة بنحبه. او بعشقه، فانا كنت مصرة اعمل الاغنية دي مخصوص علشان اهداء ليه يعني. طب اسمعها. في حد ساعات بيكون جنبك وما بتشوفهوش، ما تحسش ابدا بوجوده مع انه قريب، وفي حد يفارق ويسيبنا انما بيعيش جوه قلوبنا، بتغيب الشمس انما اسمه عمره ما بيغيب، في فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش، واللي انت اكيد سايبه ما بيننا تتلني سيار، فرحت كتير واوجه دورنا ومعك هنكمل مشوار، اصلي ما فيش في الدنيا دي اغلى من روح انسان، وعشان اجري وصل حني بقلبك للناس اللي ما نسيوش حبك وتعلقوا بيك، وعشان أجيال نورتيني واسعدتيني واسعدتي كل الناس اللي بتشوفك، وهتوعديني ان احنا هنعمل حلقات تانية اكيد ان شاء بجد، الله. ان علشان شاء انا الله نفسي فعلا اتعلم، واوعدكم ان انا كمان هروح اتعلم شويه. هعلمك. خلاص هي وعدتني، علشان يعني نعمل حاجه جديده ونعمل الله. دايما فقره انا وانتي ليهم، وعشان هم يستحقوا، ونقول لهم نصايح جدا. المره الجايه نعمل حاجه جديده ونقول يا ريت نصايح، نقول لهم نصايح ما تبقاش كتير بس اغاني، اكيد، عشان هم وبالذات يستاهلوا. للبنات كمان، عشان انا بحب البنات الصم قوي، خلاص اتفقنا، يستاهلوا ده جدا. انا هعمل نصيحة وانتي تترجميها ان شاء الله، بإذن ان الله. شاء الله.